برجع برحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بحلقه اليوم بتحلى الحياه. يمكن يعني عيد المراه، يوم المراه العالمي وعيد المعلم اكثر شيء كانوا ترندنج على السوشيال ميديا. هدول نحن معلوماتنا نحن، ولكن رالف اكيد عنده معلومات اكثر. اهلا وسهلا فيك رالف. هلو، كيفكم؟ صباح رالف، نحن بنحييك وبنقول لك اشتقنا لك كثير. بس جاي من افريقيا لحتى هيك تسلط الضوء على المراه وعلى اكيد على النشاطات النسائيه اللي صارت. اكيد اكيد رحت على غانا، كان مشوار شغل، بس انا وهونيك كثير حبيت اني اسال الناس على الطريق كمان هن كيف بيشوفوا السوشيال ميديا، واكتشفت انه مش يعني كل بلاد العالم عندها نفس الفينومين، كل بلاد العالم بيشاركوا بنفس الطريقه. وهونيك الحلو انه كل الناس صار عندها إذا بدكم سمارت فونز قدام أو جداد، وبيستعملون كمان ليتشاركوا كتير قصص حلوة. المهم هني كونكتد، يعني أكيد كل العالم كونكتد. شو بدنا نحكي اليوم؟ رح نبلش مثل ما قلتوا بيوم المرأة. على يوم المرأة في مساج كتير حلو انتشر على الإنترنت، هو من رئيس الجمهورية. وهذا المساج فاجأ كتير ناس، لأنه كان فيه كتير مشاعر، كان فيه كتير تعبير صادق عن رسالة معينة، مش بس للمرأة بس كمان للرجال اللي بيكون واقف حد المرأة. فخلينا نحضر الفيديو اللي انتشر كتير بسرعة. أنا كان عمر 50 سنة لما فقدت والدتي، ولما أصيبت بسرطان الثدي عندها شعرت أنه فقدت معها الحب المجاني. اليوم صار في وسائل أفضل مشان معالجة هذا النوع من السرطان. باللحظات الصعبة اللي بتمرق فيها المرأة عندما بتكون مريضة، بوصي الرجال يكونوا حد نسوانهم، لأنهم بالفعل بيساعدون مساعدة قوية وبيحافظون على معنوياتهم، وما بتحس على حالها المرأة متروكة بهالحالة هيدي. نتمنى للجميع صحة طيبة. حلوة رسالة جدا رائعة. مؤثرة. وأول مرة بتصير، يمكن أول مرة بتصير من ناحية إنه عادة معودين يمكن عن سرطان الثدي الناس بيتوجهوا للمرأة، فهالمرة حلو إنه توجهوا للرجال. وعم بقول له فخامة الرئيس إنه كيف أنت لازم تكون حد المرأة وتكون عم تساعدها وتكون داعمها وما تتركها. فكتير حلوة هالرسالة، ومشان هيك يمكن انتشرت هالقد على الإنترنت. من حملة تفتح لقلبك رح ننتقل على السراي الحكومة يلي كمان بطريقة خاصة غير إضاءته لحتى يدعم المرأة على يوم المرأة العالمي. بلكم تشوف صورة من السراي الحكومة كيف تمت إضاءة السرايا، يلي كمان الإمباير ستيت بيلدينج عمل نفس الشيء. هون عم نشوف السرايا عنا بلبنان، وبركي بنشوف صور من الإمباير ستيت بيلدينج. سو كمان عم نشوف اللون الزهر، نفس اللون نفس اللون، فهيدا الشيء يعني صورة حلوة. يعني هذا دليل إنه المواقع الرئاسية بلبنان عم تلفت النظر على أهمية دور المرأة وأهمية دور الرجل بدعم المرأة. يعني هذه لفتة كتير حلوة ومؤثرة لكل اللبنانيين، وأكيد زادت الشعبية لهالموضوع. أكيد لهالموضوع أكيد بجيب كتير attention، بس أكيد لازم نذكر كمان إنه في كتير ناس طالبوا إنه هالسبورت يلي كتير مهم كمان يتنفذ على الأرض، يتنفذ بيمكن مواقع بالسياسة أو بقصص على الأرض بمراكز سياسية. ونوعدنا نحن على أمل إنه يتطبق الوعد. الله راد. منتابع رح ننتقل على اليوث سبيك فورم يلي هو فورم بيصير بلبنان للشباب، والال بي سي مثل العادة دائما لما يكون في مبادرات شبابية بتكون أول الناس اللي تدعمون. فعم نشوف عدة دعايات عم يقطعوا على شاشة الـ LBC لهالإيفنت الكتير كبير. رح نحضر سوا فيديو كمان عم بيروح فايرل اسمه لكم لبنانكم ولي لبناني. رالف، يا ريت تشرح لنا اكثر عن هاليوث كوميونيتي اللي بدهم يعملوا. معلش عادي على الهواء. عادي بتصير. اليوث سبيك فورم هو ايفنت بيصير فيه كثير اذا بدكم شباب اعمارهم يمكن من اخر المدرسه للجامعات. اوكي. بيعملوا اكتيفيتيز، بيرقصوا على الستيج، بيعملوا تريننجز وورك شوبس، الدخول مجاني. بيعملوا ديبيتس، بيعملوا شو؟ بيعملوا ديبيتس، بيجي ناس اوقات ناس من المجتمع بيكونوا
بيكونوا انفلونشل كثير بيطلعوا بيعملوا سبيتشز. انا بنصح كل الناس اللي عندهم شباب او صبايا بهالعمر يسجلوا تسجيل ببلاش، والايفنت فيهم لقوا اونلاين على كل صفحات ايسك بلبنان او اليوث سبيك فورم. من كل بد اكيد رالف منتابع مع منتابع. هلا الجالكسي فوتوغرافي الى هلا صاير عم تاخذ اهميه، يعني التصوير لنجوم بالليل، وبلبنان في كثير كلاب صارت تتعاطى هالموضوع. في ويب سايت انا دائما بفوت عليه اسمه موفز، اللي هو بيتعاطى مش بس تكنولوجي بس كمان كل شيء اسمه ستار فوتوغرافي او او جالكسي فوتوغرافي. هلا حكي عن الميلكي واي سيزن، سو الميلكي واي سيزن عم شوف الصور هي لما هالمرحله من السنه اللي عاده بتتاخر شوي اكثر من هلا بس هالسنه بكرت بتبلش تبين الميلكي واي بالسما بلبنان. هلا بتضاين لحد سبتمبر تقريبا، وفي كتير طرق، في ابس حتى في نزلها على السيلولار لاقدر اعرف وين الميلكي واي. اكيد بروح على منطقه معزوله يكون ما فيها كتير اضويه لاقدر اشوف النجوم وصورهم. نعم، يعني هدول الصور اللي عم نشوفهم هلا رالف من لبنان، صور من لبنان من عده عالم. بعتذر يمكن قد ما الصور كتار مش حقدر اقول الكريدتس كلها، بس بفوتوا على موقع موفز كيف تنكتب MOOPHZ اوكي بيلاقوا كل الصور بيلاقوا التفسير كيف هن فيهم يشوفوا الميلكي واي بلبنان وبيقدروا يصوروه. ماي جاد، يعني أوكي. كانه نحن بغير بلد وبغير عالم هالصور قد ما حلوين. كثير حلوين، حالك فعلا بالفضاء. كثير حلوين. خلينا ننتقل على بعدنا بلبنان. هلا عم نحكي عن دليل المدني. يمكن اكثريه العالم اللي بحبوا يشتغلوا مع القطاع الان جي اوز او كل شيء له علاقه بالاورجنايزيشنز المجتمع المدني بجربوا يلاقوا وظائف وبيتعذبوا. مش هيك في موقع اورجنايزيشن سبورت لبنان خلقته اسمه الدليل المدني. لما تفوت عليه بتلاقي كل الوظائف بمحل واحد وكل الاوبورتونيتيز اللي علاقه بوظائف بتحسن المجتمع. فهلا ليه عم نحكي عن هالموضوع؟ لانه سبورت لبنان عامله حمله جمع تبرعات ليظبطوا الويب سايت يحسنوه ويرجعوا يتلقوه بطريقه جديده وبحل جديده. رح نحضر الفيديو سوا لنشوف شو الفكره وراء هالحمله اللي عم تنعمل. لبنان سبورت أو مركز دعم لبنان هو مركز أبحاث بيتخصص بإشكاليات المجتمع المدني. دليل مدني انطلق بسنة 2006، هو بوابة إلكترونية للفاعلين بالمجتمع المدني. اليوم يعني الإشكاليات المدنية متعددة، من الضغط السكاني، من المواصلات، من الحيز العام. قديش مفيد اليوم كلنا نعرف انه عنا صفحة اذا انا حابة اتوظف بشي NGO انه في صفحة لإلي. اذا مش يوميا تقريبا اسبوعيا بكون عم شيك دليل مدني لأقدر اعرف على طول شو عم بيصير اشياء جديدة. يعني هذا المصدر الوحيد اللي فعلا بيجمع كافة الاطراف اللي بتشتغل على الحالة المدنية بلبنان. هلا كتير عم بيصير فيه تحولات سريعة بالمجتمع المدني خاصة من بعد الأزمة السورية لليوم، والمجتمع المدني هن اللي حاملين على عاتقهم كل هالظروف كل هالصعوبات. الدليل المدني بيسهل كتير العمل خاصة الباحث وخاصة هاللي عم يفتش تيساهم ببناء القدرات للبلديات. عم بكون أداة لأقدر أتواصل مع غيري من الجمعيات لأقدر أعرف شو النشاطات اللي هن عم بيقيموا فيها. أنا بقول هيدا التوجيه، الدليل المدني هو التوجيه لنا للكل يلي بميدان الإنساني وعمل الاجتماعي. أنا هلأ بس يقولوا لي أنه عم فتش على شغل بقول لهم دليل مدني. لو ما في دليل مدني كنا بدنا نعيش بجزيرة الحقيقة، يعني ما في تواصل، يعني التواصل الوحيد هو عبر قنوات خاصة كتير، وهيدي بتاخذ تستنفذ وقت وبتاخذ وقت وما بتعطيك صورة عامة عن الحالة يعني موجودة فيها. نحن اليوم عم نطلب الجميع يتضامن معنا كرمال استمرارية هيدي الأداة، كرمال نضل عم نحسنها وعم نطورها لأنه كلنا مجتمع مدني. المجتمع يعني المدني بالنهاية خيرون يساعد الآخرين نتوظف لنوظف قدراتنا للآخرين. أكيد، ولأول مرة نحن بدنا نساعده، فمشان هيك للناس اللي بتحب تعرف عن الويب سايت تفوت على دليل مدني، الناس اللي حبت تساعد هالمشروع تفوت على يا اما على الويب سايت تبع دليل مدني او على زومال حمله، لانه هون في حمله المشاركه اذا بدك وفيها تاخذ كل التفاصيل. بدنا ننهي مع شيء مهضوم، بدنا ننهي مع ضحكه. هلا هيدا فيديو طازه، هلا انا قريته قبل ما فوت على الاستوديو لحقنا نزيده. شخص عم يعمل انترفيو مع البي بي سي، انتشر اليوم فيديو اونلاين، واذ بيتفاجئ انه في حدا بفوت بالباب من وراء بقلب الكادر. خلينا نحضر. اولك مين لنشوف سوا. No, I would argue that this is a triumph of democracy. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. The
Pardon me. That's right. Pardon me. My apologies. What will this be for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because of North Korea's behavior, most recently the use of VX gas. لا مش مزبوط ما بيعملوا اشتغلوا بكل هيك رواق وتقنية هيك لا انت لو بتشوف الهلبر الهلبر لما فاتت راحت بالعرض يعني ما مبينة هي أساسا بس هو انا صراحة ضحكت كثير بس هو ما حبيت كيف تصرف يعني طريقة تفيشه للأولاد ولو يعني حتى لو CNN أو BBC أو شو ما كان إنه بلبنان كان قال له فوت لجوا فوت لجوا أحسن بس كان في حدا بده يفوت كمان عم في تبعون اليوبا لا كان بعد في الجيران لا بس عن جد انا الفيديو كثير ضحك كثير مهضوم كثير مهضوم لا ختمتها مسك مضبوط رالف يعطيك الف عافيه الظاهره أفريا حرارتها المهم هلا ما يفوت حدا ورانا لا لا اهلا وسهلا يتفضل ثانك يو سو ماتش ونشوفكم جمعه الجين الله رالف ما في شك اخبار جديده اكيد ونحن كمان عندنا اخبار حول العالم يلا بدنا نشاركها نحن وياك والمشاهدين ايضا ولكن شكرا لك رالف على كل الترندنج سوشيال ميديا يلي فرجيتنا اياهم اليوم وحضرتنا اياهم